وكذلك نعترف لأي واحد خديجة حجوبي رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية ومديرة مركز نور لمناهضة العنف ضد النساء. اليوم احتفلنا باليوم العالمي للمرأة اللي هو 8 مارس واللي هو يوم ثابت لجمعية قافلة نور. هذا اليوم حاولنا أننا نعطيو الإشارة إلى القانون 103 على 13 لمناهضة العنف ضد النساء ودور المجتمع المدني في تنزيله، كذلك أننا كرمنا فعاليات نسائية وطنية ودولية، وكذلك أننا كرمنا رجال اللي هما يستحقوا تكريم، وكنا فرحانين جدا وشكرا.